حالة من التغيرات المختلفة يشاهدها العالم، ما بين ارتفاع كبير في درجات الحرارة واجتياح موجات من الحر، وذلك بخلاف الجفاف في كثير من الدول، في حين تعاني دول أخرى من عواصف رعدية وسقوط أمطار غزيرة. مشاهدينا الكرام، نبدأ فقرتنا بالعواصم والبلدان العربية، وكالعادة بدايتنا ستكون من القاهرة التي تشهد طقس حار، بتصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، في حين تسجل الصغرى 26 درجة، وتشهد الرياض تراجعا نسبيا في درجات الحرارة، تكون درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 30 درجة. تشهد أبو ظبي طقسا معتدلا نسبيا، تصل العظمى إلى 37 درجة والصغرى ل 33 درجة. أما في تونس فتشهد طقس مشمس، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة والصغرى 23. أخيرا الرباط التي تشهد طقس غائم، تكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة. أما عن درجات الحرارة في العواصم والبلدان غير العربية، فتكون بدايتنا من لندن التي تشهد طقسا غائما، تكون درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. تشهد باريس طقسا غائما أيضا، تكون درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة. أما في موسكو فتشهد طقسا غير مستقر مع سقوط أمطار متفرقة، تكون درجة الحرارة العظمى بها 23 درجة والصغرى 16 درجة. وفي واشنطن فتشهد عواصف رعدية، بتكون درجات الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة. أخيرا بكين، تكون درجة الحرارة العظمى بها 31 درجة والصغرى 23 درجة.